أعطوني وزير الصحة، أعطوني وزير الصحة، الله يطول بعمره وزير الصحة. معالي الوزير، براويك التقرير الجاي، التقرير الجاي اللي راح أعرضه لك، منقول من حنصوره في مستشفى العدان. طبعا العدان الإخوان يسمونك مستشفى الإعدام، مستشفى العدان عندهم طريقة معالي الوزير، الله يطول بعمرك ويخليك لنا. سأبسلك مع وزير الصحة، عقبت مدير مستشفى، زرت المستشفى وقلت شنو الأخطاء الموجودة قاعد تحصل في المستشفيات اللي احنا كمواطنين قاعد نشوفها. شوف التقرير اللي يعني، شوف الأسرة في مستشفى العدان، والمصيبة في نهاية التقرير في مفاجأة صغيرة حق الداخلية. شوف التقرير. يا جماعة هذا بذمتكم، هذه السراير يغلون عليها المرضى، شوف وصخ وبيبسي صافطينه برا عند المصافط. شوفوا يا جماعة هذا مستشفى العدان للطوارئ، شوفوا تكفون بذمتكم، يعني هذا يصير؟ هذا حق على الله ما يصير. شوفوا هذا المغفر، هذا القسم مال الشرطة فاضي ما في أحد. ايش رايك معالي الوزير؟ شنو الاجراء؟ ولا ماكو اجراء؟ كالعاده شقعود بهالبلد معالي الوزير، ما الومك، شكرا لك. مساع براوي.